السلام عليكم، أنا خالد الخضري من maxvlearn.com. اليوم حابب أشرح كورسات الأوراكل الموجودة عندي في الموقع. بشكل عام الموقع اللي هو maxvlearn.com، أول ما يفتح معي الموقع حلاقي أنا عندي مجموعة كورسات من أوراكل. الكورس الأول اللي هو الأوراكل Database 12C Introduction to SQL، هي عبارة عن مقدمة في قواعد بيانات أوراكل. هذا الكورس أكثر من 30 ساعة، بيعطيك الأساسيات الـ SQL Statement وكيف تكتب Select Statement، استرجاع البيانات من الداتا، كيف تسوي Insert، كيف تسوي Update، كيف تسوي Delete، بالإضافة إلى كتير Objects هتتعلمها في هذا الكورس. طبعا هذا الكورس أكثر من 63 درس وأكثر من 30 ساعة. هو بيشمل Workshop 1 و Workshop 2، هذول عبارة عن كورسات موجودة في الأوراكل يونيفرسيتي. روح على oracle.com ودور على SQL Workshop 1 ودور على SQL Workshop 2 وشوف على إيش بيحتوي. إذا بشكل عام لو أنا ضغطت على هذا الكورس راح ألاقي تفاصيل كاملة عن الكورس، راح ألاقي المدة، الساعات، السعر. كورس هي عبارة عن بريفيو، بفرجيك مقدمة عن الكورس. راح ألاقي عندي الكورس ديسكريبشن تفصيل، راح ألاقي الكورس بريكوزيت المتطلبات السابقة، الكورس توبكس الأجندة كاملة. لو ضغطت على هذا اللينك حيعطيك الأجندة كاملة بالتفصيل شو حتاخد في هذا الكورس. راح ألاقي عندي الكي فيتشرز، راح ألاقي تيرمز اند كونديشنز، وراح ألاقي فري ليسون سامبلز. لو ضغطت أنا هون في عندي المودلز اللي هي الشابترز لهذا الكورس، فأنا ما أسوي expand all راح يعطيك كل الفيديوهات الموجودة، بصير تحضرها واحد وراء الثاني. طبعا في عندي free previews، في عندي تقريبا 4 فيديوهات أو 5 هي عبارة عن free، تقدر تحضرها عشان تقدر تقيم الدورة. إذا ها هي بشكل عام الدورة الأولى. بنروح هلأ مرة تانية، هلأ أنا عندي الدورة الثانية اللي هي PLSQL، هي عبارة عن extension للكورس الأول. بعد ما تاخذ الكورس الاول لازم تاخذ الكورس الثاني. طبعا اذا انت ما اخذت الكورس عندي هذا لازم يكون عندك سكيلز اساسيه، وانا شارح انه شو البريكوزيت لهذا الكورس. لازم يكون عندك اساسيات الاس كيو ال، كيف تسوي انسرت ابديت ديليت كرييت اوبجكت. اذا عندك هاي الاساسيات فيك تاخذ هذا الكورس اللي هو البي ال اس كيو ال بروجرامينج. اذا بشكل عام هذا باهلك للامتحان 061 اللي هو الاول، او 071، وهذا بأهلك الامتحان 144. طبعا هذول الامتحانات موجودين في oracle.com، وانا عامل لينك بالتفصيل عن هاي الامتحانات. طبعا انت بعد ما تاخذ هذا الامتحان، اذا نجحت بهذول الامتحانات وهذا الامتحان، بتصير انت oracle OCA اللي هو oracle certified associate. انا مغطي منهاج الاوراكل كامل لهاي الدروس، وزيادة عليها حاطط فيها كتير تمارين، وحاطط فيها خبرة 12 سنة عشان أسهل عليك الموضوع. ما رح يمر فيديو واحد إلا لما تكون فاهمه، وإذا ما فهمت أي إشي فيك ممكن تتواصل معاي مباشرة من خلال إنك تبعت لي مسج من خلال الموقع اللي هي Contact Instructor. إذن بس لكن بشكل عام ما رح يمر فيديو إلا ما تفهمه، لأني أنا مبلش فيه من الصفر لحد الاحتراف. وبتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.